انت بتدمر مستقبلك وبتدمر مستقبل بلدك. اما المتطرفون فانهم يعلنون صراحه صحه الادعاءات التي تتهم الدين الاسلامي بالعنف والتطرف. فهل ناس المصريون حب لاخيك ما تحبه لنفسك؟ هل ناس المصريون الدين لله والوطن للجميع؟ كان معكم كريم الشربيني، اكشن نيوز تي في، القاهره. انا ماليش دعوه باللي في سنه، انا ليا دعوه بابني. انا دخلت الموقع ده على اني هشوف حاجات عمري شفتها قبل كده وبس. طب ايه بتاع ايه؟ هو في دكتور هنا؟ شهدت قرية الكشح بمحافظة سوهاج جريمة تعتبر دخيلة على المجتمع المصري. أكشن نيوز في مكان الحادث لمعرفة غموض هذه الجريمة. ابقوا معنا. ما تعرفيش هيطلعوني امتى؟ في مصور انت قبضت عليه، احنا صحافة، الكارنيه اهو.